السلام عليكم، تحية حب وتقدير لكل الأخوة المتابعين. كما تشاهدون نحن الآن في مبنى البرلمان، هناك توقعات بوصول الموازنة خلال الأسبوع القادم أو اللي بعده. الموازنة تضمنت معالجة كافة الشرائح من العقود والأجور وكذلك المثبتين على الملاك الدائم. هذه الاتفاقات جرت بين الحكومة والبرلمان من أجل عدم تأخير الموازنة في اللجنة المالية وإعادة صياغتها من جديد. كل حقوق الشرائح تقريبا ضمنت في هذه الموازنة التي من المفترض أن تصل إلى البرلمان كما قلت الأسبوع القادم أو اللي بعده، وإن شاء الله ستمضي هذه الموازنة دون أي اختلاف أو يعني تعطيل بعد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أيضا على شبه اتفاق على فقرات الإقليم في الموازنة. هناك أجواء إيجابية لتمرير هذه الموازنة قبيل شهر الثالث أو الرابع إن شاء الله، بالتالي نتطلع لأن تكون ملمة وشاملة لجميع الشرائح، وأيضا سنرافق هذه الموازنة منذ يوم وصولها إلى البرلمان وحتى عملية تشريعها وكذلك متابعتنا مع النواب واللجنة المالية. شكرا جزيلا.